يا رب يا رب. يلا يا بنتي الطياره فاتتنا، ارجعي ارجعي يلا. انا نزلت يا ماما، اتاخرنا يا بنتي. انا نزلت بقالي ساعه. يا رب يا رب. ما قلنا بلاش الشغلانه دي، استلمي بقى يوم والتاني. يلا سفر وشعططه. بنتي مسافره شرم الشيخ ساعتين وراجعه شغل، بس هتخلصوا بسرعه. ازيك؟ يلا يلا كله تمام عندك. يلا يلا يا اختي يلا. شعططه من اولها، شعططه وقرف على فكره. شكرا شكرا. انا هروح لصاحب الشركه دي وهزقه وامسح بكرامته الارض. يا نهار اسود بالله عليك يا ماما، بلاش ده انا اترفد فيها. ما تترفد يا اختي، انت ليه محسساني انك بتصرفي عليا يا اختي؟ ايه ده، انت يا بنت مصروفك قد مرتبك مرتين. يا ماما انت عارفه ان الموضوع معايا مش موضوع الفلوس، انت عارفه ان انا بحب شغلي قد ايه. ما عشان كده انا مستحمله طالعه لامك بتحبي شغلي. يلا عداله عداله يا بنتي، خلي بالك من نفسك عشان خاطر. حاضر والله يا ماما. لا اله الا الله محمد رسول الله، محمد رسول الله. خلي بالك من نفسك. لا اله الا الله محمد رسول الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وحسبي الله ونعم الوكيل في صاحب الشركه. ها خلصتوا يا اولاد ولا ايه؟ انتصار. ده خطوه عزيزه والله يا فندم. الله يخليك يا ابراهيم حبيبي. طمني الشغل حلو زي الفل، ربع ساعه بالظبط وخلاص. تمام. يا خبر مدام تمادر. مالها؟ انا نسيت الموبايل بتاعي في المكتب. معاك موبايل ابراهيم وحيد؟ يا فندم قول الرقم كام. لا لا اصل انا بعرف اعمل كده، انا عايزاك بس تنزل البلاتو تقول لهم ان انا جاهزه خلاص، انا لبست عشان بس نخش نقول الخبر وخلاص. يلا تمام 10 دقايق بالظبط. لا لا يا حبيبي احنا هنبقى هوا. بجد؟ يلا. ايوه ايوه يلا احنا ريدي. يلا يا جماعه. يلا يا حبيبي مدام تمادر. هقابلك بعد ساعة يا بنت الأرندلية. العيال بيسنجفوني. البنت دي ناقصة تربية. يا إبراهيم يا واطي. مساء النور يا فندم. مهندسه عداله من شركه ام جي اكس نتورك. اهلا وسهلا بحضرتك، مستعمل في انتظار حضرتك. مستر عمر مش مهندسه. مساء الخير. مساء النور عمر الحر صاحب الاوتيل. اهلا وسهلا باشمهندسه عداله من شركه ام جي اكس. ام جي اكس؟ ده قالوا لي ان اللي جاي مهندس عادل. سوري اكيد حصل لبس بقى. عادل وعداله. حصل خير. تمام. والله لو اعرف ان احنا هنتعبك ونجيبك لغايه شرم الشيخ عشان خاطر النتورك انا كنت بعتهولك لغايه القاهره. والله؟ والله. لا ولا اي تعب، ده شغلي، بس انا عايز اعرف ايه الموضوع ممكن؟ لا مفيش، هو فجاه النتورك وقع في الاوتيل كله. طب اوكي، ممكن اشوف طيب المين كمبيوتر بتاع الاوبريتنج سيستم كله؟ طب انت ليه مستعجله كده؟ يعني نشرب حاجه كده في الكافي شوب وبعد كده نشوف الشغل يعني. انتوا مش مستعجلين بقى، ده انا قلت حاجه الاقي الدنيا مقلوبه. لا والله هو فعلا في مشكله والدنيا مقلوبه. بس برضه لازم نكون لطاف مع الضيوف بتوعنا، جايين من طياره تعبانين، يقعدوا يشربوا حاجه الاول وبعد كده يشوفوا اوضتهم ونقعد نشرب حاجه وتمام نشوف الشغل. ده حضرتك مصمم بقى. مصمم جدا. طيب اوكي ممكن نشرب حاجه بس بسرعه بس. برضه بسرعه؟ طب ايه ناخدها جري بقى ولا ايه؟ منوره شرم. ميرسي متفكر. شكرا. كريم ناصف، أبحث عن شعراء وملحنين جدد، رجاء التواصل. طب والله لا جرب، أنا هخسر إيه يعني؟ عادي. مساء الخير يا أستاذ كريم، أنا شاعرة جديدة
وابحث فين السيف عن فرصه. حلو كده. واسمي؟ لا ما ينفعش أمينة عبد الجبار خالص، ده مش اسم شاعرة. تكتبي ايه يا بنتي يا منمن؟ تكتبي ايه؟ اه أمينة عز الدين. عز الدين. انتر. احكي لك ايه عني انا قبلك؟ وايه المهم انا ليك احكيه؟ ده ما كانش فيه حياه قبل ما قبلك، ده وقت وكان بس بقضيه. ما قابلتش عمري قبلك في يوم، بان الفرحه دي حقيقه، وان في حد ممكن يوم يغير حالي في دقيقه. والله كلام حلو، كلامك جميل قوي. ممكن تجيلي الاستوديو يوم الاربع اتعرف عليكي واسمع بقيه الشغل؟ يس. اوف. طب وده بقى هروح له ازاي؟ وهقول لماما انا رايحه فين بقى؟ يلا بجملت. مشاورك السرية كترت يا بنتي يا منمن. اي ماما يا حبيبتي، وحشتيني قوي والله. انتي وشرف وأمانة عاملين ايه من غيري؟ لا انا كويسة الحمد لله. لا خلاص انا صلحت الشبكة، بس هقعد لحد بكرة عشان يجربوها، وهاجي في طارق بالليل على طول. يا ماما ما تقلقيش، هجيب ليموزين لغاية باب البيت والله. طب ماما خليكي معايا. ايه يا ماما في ايه؟ طيب يا ماما خليكي معايا. سامي مساء الخير. مساء النور، اتفضلي. هو ايه ده؟ معلش حضرتك تكون بليمون مستر عمرو. طب متشكره. تقومي حاجه تاني؟ ربنا يخليكي. ميرسي. الو. اي ماما. لا خالص والله، ده اداره الاوتيل نفسها هي بعتلي يعني كومبليمون. لا مفيش يعني، عنب وبطيخ وخوخ وحاجات كده. طيب يا حبيبتي ماشي، خلي بالك على نفسك. يلا لا اله الا الله. باي باي. اقامه سعيده عمرو الحر. ما نشوف حكايتك ايه يا سي عمرو انت كمان. ايوه يا ماما. يا ماما انا كويسه والله، باكل كويس وبنام كويس. خلاص بقى يا ماما مش هتفضلي تخافي عليا كده، انا مش صغيره. طيب يا حبيبتي ماشي ما تقلقيش. البنات عاملين ايه؟ سلميلي عليهم كتير. خلاص والله انا راجعه افطر الساعه 11. صوري صوري صوري. انا اسف يا استاذ والله. هم اتلسوا عليا وانت لفيتي فجاه يعني. هاتي ايدك، هاتي ايدك، هاتي ايدك يا استاذ. حاضر حاضر. كويسة؟ لا طبعا مش كويسة. ايه اللي حصل بس؟ انت مين؟ انا عمرو. عمرو مين دلوقتي؟ ده انت موبايلك الواقع ده؟ ايوه موبايلي، زمانه باش. اعمل ايه دلوقتي؟ خلاص فداك الموبايل. فدايا ايه بس؟ هات الفوطة، صدقني نسيب نفسك. اوعى كده، ابعد عني. استنى استنى، ايه اللي انت عملته ده؟ استاذ عمرو والله يا استاذ عمرو يا غبي ده.
ولا يهمك. استر يا رب، استر يا رب. ما بتردش ليه؟ ما بترد؟ يكون الموبايل مفخخ وانفجر في وشها. وش بنتي راح؟ وش بنتي راح؟ لا 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 لا، ما اظنش، ما اظنش. امال ما بتردش ليه؟ ردي يا بنتي يا رب، يا رب ترد يا رب. ايه يا ماما يا مالك؟ رب. يا رب مصيبه، لا كارثه، كارثه محشيه مصيبه. اختكم عداله مالها؟ اختكم اتخطفت. يا لهوي يا حبيبتي يا دودو، انت جبت منين الخبر ده يا ماما؟ كلمتها على الموبايل، صرخت صرخه كده والخط قطع. رحت مكلمها تاني لقيت الموبايل مقفول. كلمتها في اوضتها ما بتردش. كلمت الريسبشن قالوا لي ما شفناهاش. كلمت الفندق كله بقى لي ساعتين بعمل لي الحاله دي بيقولوا لي ما شفت. يبقى اتخطفت، العصابه خطفتها، بيطفوا سجاير في ودنها. بنتي اتحرقت، بنتي اتحرقت، بنتي اتحرقت. هتقولي بنتي، بنتي اتحرقت. اهدي اهدي بس يا ماما شويه كده وهتلاقيها بتكلمك، ما تخافيش. ايه يا بنت انت، انت حاطه اعصابك في تلاجة؟ بقول لك اختك اتخطفت، انا بقول لك انها بتعمل سفاري، وانت عارفه سينا فيها قلق، فيها قلق. اكيد دلوقتي عصابه ارهابيه خطفت بنتي وجم على وسطها كده وربطوا حزام ناسف. بنتي اتناسف، بنتي هسكت؟ هتسكتي؟ هتسكتي يا عميد نور؟ لا لازم اتصرف. ايوه اكلم رئيس مباحث جنوب سينا. ايوه اكلم في الموبايل، من الموبايل هات التليفون. انت عارفه يا ماما؟ كان دفعتي، كان دفعتي. هكلمه يا رب يرد، يا رب يرد. بيقعد يرغي في التليفون، يا رب يرد، يا رب يرد. استنى. الو الو. ايوه ايوه حشمت. ايوه انا العميد نور. ايوه مفيش سلامات، اديك سمعت صوتي. اهلا بيك، اهلا. بنتي، بنتي عندكم جماعه ارهابيه خطفتها، رابطين حوالين وسطها حزام ناسف. هيكون غرضهم ايه يعني؟ هيرقصوا في الديسكو؟ هينسفوا الفندق؟ ايوه بيضربوا السياحه. الحقي امك شكلها تولع الدنيا، هي جابت الكلام ده منين؟ مش عارفه، شكلها هتخلي الراجل ده يعلن الحرب في سينا. ايوه حشمت، ايوه انا معاك. ايوه عايز العنوان؟ فنادق الحر، الحر، فندق الحر، معاك العنوان. عايز ايه؟ تفك بقى الحزام بالراحه، اوعى البت تنفجر. هتابعك، هتابعك على طول، هكلمك كل دقيقه بس ترد. مع السلامه، مع السلامه. ايه الكلام اللي انت قلتيه للراجل ده يا ماما؟ انا حس الامن بيقول ان الصرخه دي صرخه اختطاف، انا درسها في الكليه. يا رب يا رب اتكدب ظلم، يا رب يا رب اتكدب دراستي، يا رب ترجع لي بالسلام. بنتي، بنتي يا رب، يا رب ماليش غيرهم يا رب. خير يا سياده اللواء؟ عملية إرهابية والحمد لله سيطرنا عليها. في يا بابا؟ اللي حصل؟ لقيوا إرهابيين عندي في الفندق. المهم إن إحنا الرهينة مش لاقينها، والإرهابيين مصرين على الإنكار وإنهم ما يعرفوش أي حاجة عنها. ودي مين الرهينة دي؟ اسمها عدالة عبد الجبار. أنا عدالة يا فندم. إنما حتة الدين صدفة، إنما إيه يا ماما؟ بس بصراحة المفروض اللي هو حشمت ده يكلمهم في الداخلية يصرف لك مكافأة كبيرة قد كده. يا بنتي دي مش مسألة صدفة، ده حسي الأمني. أنا وأنا صغيرة كانوا مسميني نور رادار، بلقط كل حاجة. بصراحة يا ماما أنت أفورتي قوي في إيه؟ إيه ده أنت اتجننتي أفورت؟ أنت بتكلمي إيه عيل سيس يا بنت أنت؟ ده أنت لو ما كنتيش بنتي كنت رقبتك. أنا آسفة يا ماما ما أقصدش. يا ماما يعني البنت وشوشو قصدها تقول لحضرتك انك قلبت الدنيا على الفاضي، وكل اللي حصل ان الست عداله هانم موبايلها وقع في البسين عادي يعني. يا بنتي قلت لك مش مساله بسين، انا بقول لك حس الامن عالي، انا عيني بتلقط الجريمه قبل ما بتحصل. عيني لو جابت يمين يبقى قتل، لو جابت شمال يبقى سطو مسلح، لو بربشت زي اللي حصل كده يبقى خطف انثى. وعلى العموم جت بفايده، هم قبضوا على الارهابيين، ما حدش عارف كان ممكن يعملوا ايه في البلد. ايه الاخبار يا هيثم؟ عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. الشغل كله تمام؟ تمام الحمد لله. بص يا هيثم انا كنت طالب منك خدمه. تحت امرك. طبعا انت اللي ماسك السيستم. بص يا سيدي، الو مساء النور. ايوه انا. ازاي الكلام ده؟ يعني ايه السيستم وقع يا جماعه؟ انا طيرتي كمان ساعه ونص. طيب حالا انا نازله اشوف في ايه. مع السلامه. ده ايه البلاوي اللي عماله تحدف عليا دي يا ربي؟ تمام مفيش مشكله. مساء الخير يا مستر عمرو. مساء النور.
طب انا هكلمك تاني. باي باي. ازيك يا عادل، اخبارك ايه؟ الحمد لله. احنا مش قلنا بلاش مستر ده؟ وبعدين احنا مش بقى في بينا عيش وملح وارهابيين. طيب يا عمرو، انا دلوقتي عندي مشكله كبيره قوي. مشكله ايه خير؟ لسه مكلميني دلوقتي وقالوا لي ان السيستم في الاوتيل كله وقع تاني، وانا هحتاج اكتر من ساعتين عشان اعرف اشغله، وطيارتي كمان ساعه بالظبط. ولا يهمك يا ستي، انا بكره ان شاء الله مسافر على طياره القاهره، هحجز لك معايا على نفس الطياره وفيرست كلاس كمان. ايوه يا مستر عمرو، بس الموضوع مش بالسهوله دي خالص، انا لازم اسافر النهارده عشان مامتي قلقانه عليا قوي. واضح ان ماما بتحبك قوي. ايوه طبعا بتحبنا قوي، ماما بالنسبه لنا كل حاجه، الام والاب بعد بابا الله يرحمه. الله يرحمه، عشان كده بقى هي قلبت الدنيا عليكي لما ما ردتيش عليها. ايوه بس بقى ما تفكرنيش، الموضوع ده بيخضني. طيب انا هستاذن عشان اخلص شغل. طب ممكن بعد ما تخلصي شغل نتقابل انا وانت ونتعشى مع بعض؟ لا لا. ايه؟ اصل انا تعبانه قوي بصراحه ومحتاجه ان انا انام. حتى لو قلت لك علشان خاطري؟ طب والله انا ما اتعشيتش حتى من امبارح، اهو فرصه بقى نتعشى مع بعض وكده. ايه طيب خلاص موافقه. خلاص مستنيك. وعلى فكره انا خليتهم يعملوا لك ابجريد الليله دي لسويت، يعني اعتذار مننا عن تعطيلك الليله دي. لا لا يا مستر عمرو، سويت وكومبليمو وكارت ده كتير قوي. لا كتير ولا حاجه، دي اقل حاجه ممكن اعملها علشانك. عامه متشكره قوي. العفو. اهلا بام الولاد. ايه ده؟ بتنقي الفاظك ليه؟ وانتي مش ام ولادي فعلا؟ ايه اللي مزعلك في دي؟ يا ساتر، الفاظك طول عمرها بلدي، بيئة طول عمره. تشربي ايه؟ كابتشينو. ولا ده هيبقى فيه كاب؟ هات لي شاي يا ابني. هتلاقي شاي. خير؟ جايباني من شرم الشيخ لهنا على ملا وشي، قلقتيني. اه صحيح، بمناسبة شرم الشيخ، هو ايه بقى اللي حصل عندك في الاوتيل امبارح؟ يوه دي قصة كوميدي على الاخر. مهندسة جاية تصلح عندنا السيستم، الموبايل بتاعها وقع في البيسين، امها ست مروشة بتشتغل مأمورة اسم باين او مأمورة سجن حاجة زي كده، فجأة راحت متصلة بمدير الأمن إن بنتها اتخطفت. جه مدير الأمن بالقوات، والغريب إنهم لقيوا إرهابيين. يا سلام، معقولة القصة دي؟ يعني قبضوا عليهم بالصدفة كده؟ أهو ده اللي حصل. الظابطة دي اسمها إيه؟ لا اسمها ده أنا ما أخدش بالي، اسألي ابنك. ابنك عمل صحوبية مع المهندسة بنتها. وهي كانت ظابطة على كام؟ طول عمره رزق. ما علينا. شوف بقى الموضوع اللي انا جايه لك فيه موضوع مهم جدا يخص بنتك. خير؟ بنتك اشمعنى؟ بتحب. طب وماله؟ هي دي مساله وحشه؟ ازاي بقى؟ دي بتحب واد معده عندي في القناه. يا سلام كمان. طيب ايه المشكله في ده؟ ايه البرود اللي انت فيه ده؟ بقول لك واد معد عندي في القناه، يعني طمعان فيها اكيد. ازاي يعني مش معد عندك في القناه؟ يبقى خريج جامعه اكيد. اه طبعا، انا كل المعدين عندي في المحطه خريجين جامعه امريكيه ودنجانيكيه وكنديه، كله على مستوى، بس الواد مش لاقي ياكل. ايوه طب وماله؟ واحنا كنا فين يعني؟ من فتره دي متاهه انتصار. بقول لك ايه؟ من فضلك اذا سمحت تتكلم على نفسك، فأنا طول عمري بنت عز، أنا اللي جيت رمرمت في الآخر. ده أنا مطلقك من 20 سنة. باردون؟ لا ما فيش. ما أنت مش خايف على بنتك إنه يضحك عليها وياخد فلوسها؟ قصدي فلوسك. فلوسي أنا؟ آه طبعًا، إن شاء الله بعد عمر قصير جدًا أنت هتموت وهي هتورث، والواد هيلها في الفلوس كلها. يا ساتر، وجاية تقوليها لي في وشي كده؟ يا ساتر عليك، استغفر الله، بعد عمر طويل إن شاء الله. ما علينا، أنا عايزاك كده تعقلها وتكلمها، هي اللي عايشة معاك وأنت اللي ليك تأثير عليها. أنا ماليش أي تأثير عليها، أنا أصلاً ما بقعدش في البيت، وبعدين
يا ستي ما يمكن الواد يبقى كويس. يا اخي يا اخي انت طول عمرك كده نيجاتيف سلبي، عامل زي الميه كده مالكش لا طعم ولا لون ولا ريحه. بقول لك ايه، انا طلقتك من 20 سنة، يعني خلاص مش من حقك تهزقيني. بالعكس انا دلوقتي ليا الحق ان انا اهزقك زي ما انا عايزه. ما علينا، انا عايزاك كده وانت بتتكلم معاها مش عايزاك تشجعها على الجوازه دي، عايزاك تعقلها وترجعها لصوابها. فاهم ولا مش فاهم؟ يلا باي باي. مش هتشرب الشاي؟ شاي ايه يا راجل وانت عندك شاي؟ ده انت لو نشرت ملوخيه ده انت التموين حتى مش عندك، اعوذ بالله. يا ساتر، انا كنت متجوزه ازاي دي؟ ده بارك ان طلقتها. مبرد. كتافاتي يا كتافاتي انتي مالية كل حياتي. الله، جرى ايه يا سمح؟ انت خارجة ولا ايه؟ بعد اذن حضرتك يا ست المأمورة. على فين العزم؟ رايحة ازور ابني، ساعتين زمن ومش هتأخر. ابنك مين؟ الله، انتي مش قلتي انك اتبريتي من ابنك دوت وقعدتي تقولي قلبي وكبدي غضبانين عليه؟ مظبوط، بس ده ابني صغير واد غلبان ملوش حد غيري. انا جهزت العشاء وعملت كل حاجة وشطبت المواعين. والله فين العشاء ده؟ طول عمرك برج حنان. يلا اتفضلي بس ما تتأخريش. حاضر يا ست الكل. امشي على الرصيف لحسن حد يخطفك. هيخطفني يعمل بيا ايه بس يا ست الكل؟ بهزر. سلام عليكم. مع السلامة. شدي ومدي. سمحة بدأت تحور، ربنا يستر. اثبت مكانك. راح فين السعادة يا ست سمحة؟ تملك انت حق عليا، كنت عايز اوفر عليك المشوار. انا غلطان لك يا ستي، حقك عليا. ايوه بس هنا هو ده البيت. أيوة. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ميرسي. حضرتك تعبت معايا قوي النهارده. تعبتيني؟ يا نهار ابيض، امال احنا بقى نقول ايه؟ احنا اللي تعبناك ومسفرينك ومشحططينك يعني. لا خالص، ما تقولش اي حاجه، ده شغلي. ربنا يوفقك. ميرسي. عادله، ممكن اطلب منك طلب بس توعديني ان انت ما ترفضهوش؟ ايه هو؟ لا لا، وعديني الاول. اوكي برومس. تفضيش. تفضلي، دي هديه بسيطه كده، اتمنى انها تعجبك. ايه ده؟ ده موبايل بدل اللي باظ منك في البسين. ايوه بس الحقيقة. ها، انت وعدتيني وقلت لي خلاص وعد. ميرسي. ايوه والله يا مستر عمرو، بس بجد انا عندي فعلا مشكله. لا مشكله ايه؟ خلاص بقى ما تكسفينيش. وبعدين هو مش احنا كنا السبب ان احنا بوظنا لك الموبايل، صح؟ اعتبريه يا ستي اعتذار من الاوتيل. بجد مش عارفه اقول لحضرتك ايه، بس ما كانش ليه لازمه برضو. خلاص بقى، ولا تقول اي حاجه اصلا. ممكن اطلب منك طلب تاني؟ معلش. اتفضل. وديني بقى المره دي ان احنا نبقى اصحاب. اكيد طبعا، ده شرف ليا كبير قوي يا مستر عمرو. يا مستر عمرو. ايه عدل الجو ده بقى؟ في 2 صحاب بيقولوا بعضهم يا مستر. طب انا اسفه قوي يا عمرو. يا ايه يا عمرو؟ الله، شفتي دي طلعه حلوه ازاي؟ يا عمرو، وليها مره كمان بقى. لا خلاص بقى. يلا تصبح على خير. وانت من اهله. الشنطة يا مستر عمرو، الشنطة يا مستر عمرو، يا دي النيلة. هو اسمه عمرو؟ أيوة. يا عمرو. يا مستر عمرو. يا عمرو. بس خلاص فضحتنا، في إيه؟ يخرب بيتك ويخرب بيت سنينك. ماشي يا شوشو الكلب بقى، أنا تعملي فيا كده؟ وحياة أمي ما حسيبك أنا أعرفك مين سامح؟ يا واطي يا حيوان، وحياة أمي أنا ما حسيبك.
انا مش سيبك وحياه امي، انا اللي مش هسيبك. وقابل بقى يا خفيف. خد بقى البلوك المتين عشان بقى تنفعك قلة أدبك. أمانة! عدالة! الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا روحي. ماما فين؟ ماما جوه اهي. ها قولي لي عملتي ايه في شرم؟ يا سلام على شرم وجمال شرم ورقه شرم. طب والنبي باخديني معاكي المره الجايه. ماشي المره الجايه. ماما فين؟ ماما ماما عداله جت. سمع صوتها يا نجا عيني يا قلبي يا قلبي. ايه ده البت دودي جت؟ حصل لك ايه خسيتي؟ انت تولي ولا انا اللي قسرت ولا ايه؟ لا انا عداكي وقايساكي. خلاص يا ماما احنا كبرنا بقى يا ماما. لا يا هتفضلوا طول عمركم صغيرين يا حبيبتي يا حبيبتي. عدالة شرف يا روحي. شرف وحشتيني. وانت كمان وحشتيني قوي. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. الله يسلمك يا روحي. ما قلتليش ان انت جايه ليه؟ انا فاكره ان انت هتوصلي كمان 3 ساعات. ده انا كنت عامله حسابي اجيبك من المطار. ما هو انا بصراحه ما حبيتش اقلقكم عليا، قلت اعملها لكم مفاجاه. يا حبيبتي يا حبيبتي طالعه لامها وارثه مني يا اختي سيوله المشاعر وتدفق الاحاسيس. طبعا. ربنا يخليكوا ليا يا رب. قولي لي يا نور عيني، يا نور عيني وقلبي، جيتي ازاي من المطار لغايه هنا؟ والله يا ماما ابن صاحب الاوتيل ما سابنيش، وصلني لحد باب البيت. ابن اصول؟ ابن ابن مين؟ ابن مين؟ فندق مين اللي ابنه وصلك يا بنت؟ سامعيني؟ ايه يا ماما؟ في ايه يا ماما؟ بتقولي ايه؟ ده انا هرقدك 4 ليالي بخمس ليالي شامله القطن والشاي. معلش يا ماما خلاص. ازاي تركب مع حد غريب؟ محدش يقول لي معلش. انا ظلمي ايه؟ انا الحسنه عندي تخص والسيئه تخص. يا ماما يا ماما استني، والله الراجل عمل لي كده عشان بيعتذر لي علشان قعدني في الاوتيل يوم زياده. وعنده كام سنه الراجل ده؟ عنده كام سنه؟ عنده 30. مش تقولي 30، طمنتيني ويبقى ما فيش منه خوف. كنت فاكره 29. انت استعبطي يا بنت. انا قايله لك ان الشغلانه دي هتجيب لنا مشاكل. يا ماما والله ده الراجل بيعمل لي بمنتهى الذوق والاخلاق والاحترام. ما هم كده شباب ال 30 يبتدوا الاول ادب واحترام وبعدين رغي وكلام وفي الاخر يقول لك روحي لامك انا عايزه انام. يا ماما ما عادش في الكلام ده، الناس دلوقتي بقت متفتحه. بس يا بنت ما انتش فاهمه حاجه، انا عارفه اللي عندهم 30 دول يسالوني انا، ده سني. محدش منكم انتوا الثلاثه يخرج مع اي راجل، لا صاحب ولا زميل ولا كلب بديل. حاضر يا ماما حاضر. فين شنطتك؟ فين شنطتك؟ ما هي شنطتك اهي. بتستعبط بتستعبط. دي شنطتك؟ شنطه الهدوم. شنطه الهدوم اصل انا يا ماما والله نسيتها في الاوتيل وهم قالوا لي هيبعتوها لي بكره على طول. والله والله نسيت الفندق في الشنطه. بتضحكي على مين يا عداله؟ على امك؟ والله يا ماما ابدا انا فعلا نسيتها بجد. ايه ده؟ يا نهار اسود النيل، هعمل ايه انا دلوقتي؟ انا احسن حاجه اقفل الكمبيوتر خالص. عدالة. ايه يا مصور؟ في ايه؟ في واحد عايزك تحت. واحد مين؟ اسمه عمرو الحر. طب بس بس طب خلاص روح انا جاي. بقولك ايه انا مروحة.
مستر عمرو، ازاي حضرتك؟ ازيك يا عداله، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. انا قلت اجيب لك الشنطه اللي انت نسيتيها المره اللي فاتت. معقول يعني جايب نفسك لحد هنا؟ اه طبعا، ايه المشكله؟ اتفضلي بقى الورد ده. ميرسي قوي، بس ده بمناسبه ايه؟ بمناسبه نسيانك للشنطه. ده بجد؟ بجد. ما هو موضوع نسيانك للشنطه ده راجع لتقصير مني، لان انا المره اللي فاتت مشيتي من غير ما افكرك بيها، فقلت بقى لازم اعتذر يعني ويبقى عندي دم كده واجيب لك ورد. اتمنى بقى ان هو يعجبك. اه اكيد، ميرسي قوي. العفو. انا اسف. اتفضلي. عداله. ايوه. بالنسبه للشنطه ايه؟ اه سوري. اوكي. اتفضلي. متشكره قوي. العفو. على فكره عداله، انا عندي ذوق برضو بفهم شويه كده، لو تحب اوصلك يعني. ايوه بس انا هنسى الشنطه تاني. لا والله العظيم هفكرك. بس مش عايزه اتعب حضرتك معايا. بالعكس، ده انا نفسي تتعبيني اصلا. أوكي. الشنطه. اتفضلي. وادي الشنطه عشان ما تنسيهاش. عامله ايه يا اعتدال دلوقتي؟ نحمد ونشكر فضله، الحمد لله والبركه فيكي. انا كتبت فيكي تقرير جوز اللوز، هتخرجي اخر الشهر. حسن سير وسلوك مع اعياد 6 اكتوبر. اخرج؟ اخرج اروح فين يا ست الماموره؟ اعملي معروف، سيبيني قاعده هنا. جرى ايه اعتدال؟ انت عايزه تكملي تعليمك عندنا؟ ده اللي يسمع كده يقول العنبر بتاعك على البحر. في حد يبقى عايز يقعد في السجن؟ انا يا ست الماموره، أنا عايزة أقعد في السجن على الأقل هنا، لاقية لقمة كلها ولاقية 4 حيطان بيداروني. يا اعتدال، أنت ولية طيبة وقلب قبل، وأنا هكلم المحافظ يديكي كشك تاكلي منه عيش. ربنا يخليك يا ست المأمورة ويخلي لك بناتك. يا رب يا رب. اقعدي اقعدي اقعدي، روقي بقى. يا ريتني ما بعتت جبتك، أنا جايباك عشان تفرحي تقعدي تعيطي. بت يا سناء، انا اتخنقت من السجن هنا والمشوار لسه طويل، والست المأمورة دي حطاني في دماغها كل يوم والتاني حبس انفرادي حبس انفرادي، لما خلاص جبت اخري. مين سمعك يا تفيدة؟ وانا راخرة خلاص اتخنقت. الانفرادي المرة دي يا اختي كان صعب قوي. بقولك ايه، انا هنفذ اللي اتفقنا عليه. ايوه، عربية التموين جاية النهاردة، انا معايا الاسبري بتاع البنك، الواد زكي سربهولي المرة اللي فاتت في الزيارة. معايا بنت ولا هتخافي؟ معاكي معاكي وربنا يستر. اسكتي بقى. طب يلا. وحشتني يا حبيبي، وحشتني قوي. بركه. اشكرك. ميرسي. عامل ايه يا حبيبي؟ وحشتني. انت عامله ايه؟ الحمد لله، وحشتني يا حبيبي. ماما. ها؟ وانا بالنسبه لي انا بقيت حياتي كلها عايشه في الضلمه. عشان نمشيهم بقى؟ لا ما ينفعش، دول احسن دعايه متحركه لشركه الحراسات بتاعتنا. طب ما تقفل شركه الحراسات وتخليك في المحلات. قفل شركه ابوك الله يرحمه، ده كلام برضو يا محمود. الله يرحمه. اليابان عامله ايه؟ تحفه. تجنن، جبت شوية شاشات 3D هنكتسح بيها السوق. هيوصلوا امتى ان شاء الله؟ وصلوا خلاص. طمني، المستشفى بتاعتك عاملة ايه؟ الحمد لله، يعني بتتعرف شوية بشوية، وان شاء الله ربنا كريم. ان شاء الله هتبقى أكبر مستشفى في مصر كلها. بدعاك ليا يا ماما. أنا ليا غيرك يا روح ماما. يلا حبيبي، أخبار البيت ايه؟ الحمد لله. استاذ انتصار، ابراهيم برا. انت لازم تاخدي مشوار ساعه عشان تقولي لي ابراهيم. ما هناك قولي لي ابراهيم. يا ماما الوقت من ذهب. اتفضلي جري بقى. رهوان، عايزه رهوان. استاذ ابراهيم اتفضل. خير ابراهيم؟ مكتب وزير الداخليه لسه قافل معايا دلوقتي، ادونا تصريح ان احنا نروح نصور في سجن النساء.
القناطر. ايه ده، هو حضرتك هتصوري مع الست المأمورة اياها دي؟ ايه ده، انا انزل اعمل تقارير تافهه زي دي؟ ثم بيني وبينك الست يعني لسانها طويل، وانا ما اعرفش ممكن تقل ادبها عليا او تعمل فيا ايه. المهم انا عايزاك تاخد البيت سامح وكاميرا وتنزلوا تروحوا على السجن هناك. انا عايزاك تعمل تقرير تبهدلي فيه الدنيا، عايزاك تمسكي عليها حاجه. امسك ايه؟ هتمسك ايه؟ ورك فرخه هتمسك؟ يعني تشوف الاهمال، تصور كل الاهمال والتسايب اللي جوه السجن، تشوف المسجونات بيكرهوها قد ايه. الله يا مدام انتصار، الله الله والله، يعني حضرتك حاطه الست دي في دماغك وخلاص هتدمريها. لا لا ست، ايه اللي انا حطها في دماغي يا ابني؟ لا الموضوع اكبر من كده، انا عايزه امسك قضيه مهمه، قضيه الانوثه. الانوثه في مصر بتتدمر يا ابني، انت عارف يعني ايه واحده تبقى سجانه؟ يعني الست دي تشتغل في الجوازات، تشتغل في السياحة، تشتغل في الإداريات، ماشي، لكن مثلا لما تلاقي حرامي تديله مقص مثلا واحد ببشلة هتتعامل معاه ازاي؟ بيدمروا الأنوثة يا حبيبي، بيدمروا حاجات انت ما تفهمش فيها. لا والله صح يا استاذ انصار جدا، يعني انا بتعلم منك والله العظيم. بصي احنا هنحاول، بس يا رب هي ما تكونش محافظة المسجونات اللي عندها الكلام اللي يقولوه والرخي. لا لا, لا 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 طمن، هي الزيارة هتبقى مفاجأة، فمش هتلحق تظبط امورها. يعني تفتكر هما مش هيبلغوها؟ لا طبعا اكيد هيبلغوها عشان يخلوا مسؤوليتهم، بس مش هيبقى في وقت كافي يعني عشان تلحق تظبط امورها. تمام، على العموم هنحاول ونشوف. لا ان شاء الله خير. خير خير. اريال، انا اريال، انا اريال كبير. عامل ايه ابراهيم؟ انا بخير الحمد لله. كبرت يا واد وحلويت واتدورت. انت ما بتتجوزش ليه يا ابراهيم؟ مش تتجوز. والله يا فندم فكرت في الموضوع دوت، بس مش لاقي الانسان اللي تحتويني. تحتويك ليه يا حبيبي؟ بص يا ابراهيم، المحطه مليانه بنات، انت عارف انا لو اصغر بس سنتين ما كنتش افوتك، كنت اتجوزتك. يا ريت يا فندم. الحمد لله ربنا ستر. بنتي رشا السكرتيرة عندنا، بنت مدملكة وحلوة كده، ما تتجوز. بص وعندها ميزة بقى مهمة قوي، إن مستواها الاجتماعي نفس مستواك. المشكلة إن أنا ورشا مفيش ما بيننا كيمياء. 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 أصل أنا يعني في المشكلة دي بقى لي مدة، عندي واحدة صاحبتي بنتها هما أغنية قوي قوي قوي، بنتها اتجوزت واحد واطي من بيئة واطية، مستوى الاجتماعي منحدر، وطبعا بقى ايه الواد استغلها وقعد يقلبها يقلبها لغايه ما قال لها اشتري لي عربيه، بس كل ما يتخانقوا مع بعض تقول له هات مفتاح العربيه، هات مفتاح العربيه. بص يا فندم، هي الزوجه اللي انت بتقول عليها دي لو من عيله وبنت اصول ومتربيه واهلها ربوها، يعني ما كانتش هتعمل الحركات الواطيه دي. واطيه. انا ليا نظام لوحدي في الحب وفي الغرام، بمزاجي وعلى راحتي ما بغيرش النظام. السجن بتاع انضباط والتزام، سجن زي الساعه. وبتجني صعوبه في التعامل مع المسجونات؟ ما اعتقدش يا فندم. مين المسؤول عن المهزلة دي؟ كلمي الحرس، قولي لهم يقفلوا البوابات، مش عايزة ناموسة تدخل ولا تخرج. ليه حصل ايه؟ بس أنا مش هسيبها. على بركة الله. أفجرها يعني في وشك دلوقتي؟ أنا ما عنديش غير. اختار بعقلك وقلبك، ما تخيبش خيبة أبوك. كلامك ده منطقي 100%. في سخرية في الحوار. بجد؟ وممكن المذيعة دي تذيع النهاردة وباسم يوسف يتريق بكرة.